الركن الأول من أركان الإيمان. الركن يا كي إج ركن إيماني. الإيمان بالله. إيمانك رب العالمين رتبيني. إيمان جتاي رب العالمين. كيف أؤمن بالله؟ أزي شار رب العالمين إيمان بك. أؤمن بتوحيد الربوبية. أزي توحيد الربوبية رأينا بكم. وتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية رأينا بكم. وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد اسم وصفات رب العالمين رأينا بكم. وأؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. أزي حبون رب العالمين رأينا بكم. دل على وجود الله العقل. دلالة رب العالمين رأي موجود هي عقل. والحس. حس يعني حسياته. كأن تدعو ويستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائك. مثلا تدعاك ورب العالمين جوا دعاتك. والفطرة والشرع. وفطرة وشريعة رب العالمين.